أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى هذه الحلقة من حديث المنتصف، والبداية من مأرب، حيث تدمير مؤسسات الوطن بات هو الهدف الأخير لميليشيا الحوثي والمخلوع التي لم تكتفي بنهب الخزينة العامة للدولة ونهب المؤسسات المدنية والعسكرية فحسب، بل أصبحت تستهدف ثروات البلاد الاستراتيجية بصواريخ بعيدة المدى. فللمرة الثانية خلال يومين تعترض المنظومة الصاروخية التابعة لقوات التحالف العربي باتريوت في الساعة الأخيرة من مساء الثلاثاء صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي والمخلوع باتجاه محافظة مأرب مستهدفة المنشآت النفطية، حيث تم اعتراضه وتدميره على بعد 30 كيلومتر من حقول صافر النفطية. وكانت منظومة الباتريوت قد اعترضت فجر الثلاثاء صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي والمخلوع باتجاه محافظة مأرب، والذي تم تدميره والتخلص منه قبل بلوغه الهدف. معي للتعليق على هذا الخبر السيد محمد الشبيري، رئيس تحرير موقع يمن مونيتور. سيد محمد مساء الخير. ألو السيد محمد الشبيري معي على الهاتف. ألو. طيب، كأنه فقدنا الاتصال، يعني كنا نغطي في الخبر الذي مفاده أن ميليشيا الحوثي والمخلوع لم تكتفي من نهب ثروات البلاد وفرض الجبايات على التجار وتكثير الأعباء على كاهل المواطن اليمني المسكين الذي يقع تحت سلطات الإنقلابيين، بل باتوا بشكل مباشر وواضح يستهدفون ثروات البلاد الاستراتيجية، وكان آخرها محاولة ليوم الثلاثاء لاستهداف موقع شركة صافر النفطية، بحيث أنهم كما يرى المراقبين بحسب المثل البلدي يعني لقد اكسارح كثر الفضائح، فهم يشعرون بزوالهم ورحيلهم، فباتوا يستهدفون الثروات الاستراتيجية للبلاد. يفترض أن يكون معنا من مأرب أحد الشخصيات، السيد محمد الشبيري رئيس موقع يمن مونيتور. سيد محمد سعد الله أوقاتك. ألو. أهلا وسهلا. نعم سيد محمد، لو تحدثنا بالتفصيل عن الصواريخ التي تم التصريح أنه اعترضتها منظومة الباتريوت في مأرب، ما الذي حصل بالضبط؟ طبعا ليست هذه المرة الأولى التي يستهدف فيها الحوثيون محافظة مأرب، لكن آخر هذه الاستهدافات هي تمت مساء تقريبا الساعة الحادية عشرة مساء، أطلق الحوثيون صاروخا باليستيا باتجاه مدينة مأرب وربما باتجاه بعض المعسكرات المحيطة بشمال المدينة، اعترضتها منظومة الصواريخ التابعة للتحالف العربي وفجرتها في الهواء دون أن تؤدي إلى أي إضرار. متى هذا الكلام كان بالضبط؟ كان مساء الأمس. طيب سيد محمد، نعم يعني انت ذكرت انه معسكرات، او يعني برايك هل رصدتم اماكن معينه يعني كان واضح انه مستهدفه بهذه الصواريخ؟ تقريبا معظم الاستهدافات هي اتجاه حقول النفط في حقول صافر شرق مأرب او مقر المنطقه العسكريه الثالثه شمال مدينه مأرب، او المعسكرات التي معسكرات التدريب التي تتبع المقاومه الشعبيه او الجيش الوطني او التحالف العربي شمال المدينه. نعم. غالبا هذه هي المناطق التي يستهدفها الحوثيون. طيب هذا الذي يستهدفها محمد، ولكن من اين تطلق هذه الصواريخ اصلا؟ هل هناك رصد عسكري او حتى ابناء المناطق يرصدوا المناطق التي يطلقون منها هذه الصواريخ؟ لا ليس هناك رصد، يعني طبعا قد تكون هذه الاشياء خاصه بالعسكريين، يعني ليس لدى المدنيين اي علم من اين تطلق هذه الصواريخ، لكن في الغالب تطلق من مناطق طوق صنعاء ومن دمار. يعني البعض يتحدث عن احتمالين للمناطق التي قد توصل الصواريخ، يا اما من حبابه من اطراف صنعاء، يا اما انه من قيفة رداع من الجهه المقابله، هل هناك اي ترجيحات اي اخبار بخصوص هذه المناطق لديك؟ لا تظل كلها في خانه التخمينات، ليس لدى النافع. الو سيد محمد الشبيري، إذا يبدو أن مجددا فقدنا الاتصال بمحمد الشبيري الذي كان يحدثنا عن الصواريخ التي يطلقها الحوثيون أحيانا على المدنيين، حيث يعتقد بعض المراقبين أن الحوثيين
يطلقون صواريخ على تجمعات للمدنيين، ومن ثم يلقون التهم على التحالف بأنه يستهدف المدنيين وبأنها أخطاء من ضربات طيران التحالف. ولكن يعني أثبتت عدة مواقع بأن هذه الأماكن يستهدفها الحوثيون عبر صواريخهم، وأثبتت أيضا الصواريخ نظام الباتريوت، صواريخ الباتريوت التي تعمل درع حامي من الصواريخ البالستية، أنها اعترضت صواريخ كانت متجهة إلى منطقة صافر النفطية التي تعد إحدى أهم المناطق الاستراتيجية الموجودة في البلد. يعني من المعروف أيضا أن ميليشيا الحوثي والمخلوع وأفرادهم ولجانهم الثورية أو ما يسمى الثورية والحوثية يقتاتون الاستثمار في السوق السوداء، فبالتالي بات منطقيا بالنسبة لهم أن يستهدفوا منشأة نفطية لكي يعني يثروا أسواقهم السوداء عن طريق بيع النفط للمواطنين والبترول بأضعاف أضعاف أسعاره. لم يكن لدى المواطن اصلا اي حل الا ان يشتري البترول بهذا السعر الذي يبيعه يعني ابو فلان او ابو فلان، المحسوبين على اسر معينه او المحسوبين على الحوثيين الاتين مثل الجراد من كهوف صعده ومن كهوف الجبال. يعني لا يكتفون بالاستيلاء على استقطاعات من رواتب الموظفين ويستمرون في هذه الأعمال التي حتى ليست ضمن قواعد الاشتباك وقواعد الحرب، لكن كما يرجح بعض المحللين أنهم الآن باتوا يشعرون بالهزيمة في أكثر من جبهة، وباتوا يشعرون باقتراب رحيلهم وانقشاع هذه الأمة عن الشعب، فباتوا ينتقمون لهزائمهم العسكرية بإطلاق هذه الصواريخ. سيد محمد الشبيري عدت إلينا؟ ألو؟ نعم. سيد محمد، يبدو في مشكلة بالشبكة، ولكن دعني أبدأ معك من حيث انتهينا قبل ما يقطع الخط. يعني ما الطريقة التي من الملاحظ أن قوات التحالف تتعامل مع منصات إطلاق الصواريخ أو مع فكرة الصواريخ عموما؟ كيف تتعامل قوات التحالف معها؟ طبعا لدى التحالف العديد من الطرق في رفض المنصات، وهناك أحاديث سابقة المتحدث باسم قوات التحالف العربي انها استهدفت العديد من منصات اطلاق الصواريخ في بعض المناطق ودمرتها. فيما يخص الصواريخ، هناك منظومه باتريوت مضاده للصواريخ، العديد من الرهط تم تدمير هذه الصواريخ في اليوم كما حدث الليله الماضيه. طيب يعني محمد، نقدر نقول انه هذه المناطق في مأرب او المناطق التي تحررها القوات الشرعيه باتت في امان بوجود هذه الصواريخ الباتريوت؟ نعم. طيب في امان محمد، منذ عده اشهر. محمد، انا ايضا اريد ان اسالك على موضوع مهم. يعني يرصد بعض الراصدين المحليين حتى في الجوانب الاقتصاديه انه من المنطقي جدا بالنسبه بحسابات الحوثيين ان يستهدفوا منشات نفطيه لكي يثروا عملهم بالسوق السوداء. الى اي مدى انت ترجح مثل هذا الراي؟ طبعا تظل كلها في خانه التخمينات، لكن ميليشيا الحوثي وصالح لا نستبعد يعني مثل هذه الاشياء ربما تكون صحيحه وربما تكون من باب التخمين، لكنها يعني الميليشيا التي استهدفت الدوله وقوت بنيانها ليس غريب عليها تستهدف مثل هذه الأشياء المناطق. محمد، وأنت يعني رئيس موقع إخباري معروف، يعني ما الرابط الذي يمكن أن نقرأه أو نستنتجه من الهزائم التي تتلقاها قوات الحوثيين في أكثر من جبهة، تهزم في نهم، تهزم في أكثر من جبهة، ومن ثم تقوم بإطلاق الصواريخ؟ هل تأتي هذه لتعويضا عن هزائمها، لانتقاما من كل شيء؟ كيف تقرأ أنت هذا؟ مجددا. نعم محمد، الو، يعني نعتذر عن انه في هناك مشكله من المصدر ايضا في الاتصالات، ولكن كان محمد قد حدثنا انه من الوارد ان تكون استهداف الحوثيين للمنشات النفطيه بالبلد ومنشات مناطق استراتيجيه للثروه ياتي كرد فعل لاثرائهم، لرغبتهم في اثراء اسواقهم السوداء، وكما تحدثنا انهم يريدون إثراء أسواقهم السوداء ويريدون تعويض عن هزائمهم. إذن نطلع فاصل ونعود.